السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم توكل أجراسي في قناتكم قناة عالم توتاو. إن شاء الله النهاردة حلقة جديدة ومميزة هنشرح فيها حاجة من أهم المجسمات الخشبية المنتشرة، وبتبقى أكتر حاجة من أكتر الحاجات جمالا أو من أكتر المجسمات جمالا في المجسمات الخشبية، وهتكون ممتعة للأطفال وللكبار كمان. النهاردة هنجمع مع بعض الشكل الجميل ده، وعبارة عن قطار أو قطر من الخشب. هنبدأ مع بعض على طول، وإن شاء الله النهاردة في نهاية الحلقة هوريكم مجسم قطر برضو من الخشب جبته من اوكرانيا. هيكون يعني عاوز اعمل له حلقة، ولكن عاوز تشجيع من حضراتكم لانه هياخد حلقة حوالي 8 ساعات. نبدأ على طول بعد الفاصل. هنبدأ مع بعض. زي ما احنا شايفين ده شكل القطر الخشبي قبل التجميع، ده شكل القطر قبل التجميع في الصورة، وده شكل الاجزاء. اول حاجة زي ما اتعودنا على طول نبدأ نفرغ الاجزاء من ده. الجزء الثاني نبدأ نفرغه برضو. وزي ما احنا شايفين كده خلصنا وجمعنا القطر الخشب دوت.
تمام. وزي ما احنا شايفين هو خد وقت قليل جدا بالمقارنه بالمفاجاه اللي انا عاملها لكم النهارده، وهي في معايا النهارده قطر حقيقي من الخشب ومتحرك زي ما احنا شايفين كده. اظن ان هو شكله اجمل واوضح، ولكن عشان نعمل حلقه لتركيب القطر ده محتاجين حلقه حوالي من 8 ل 10 ساعات، فطبعا مش هعرف ابدا فيها غير لما الاقي تشجيع ان شاء الله. حاولوا تشجعوني بلايكات كتير للحلقه دي ومتابعه قناتي. مستني رايكم في البدء او ان انا ابدا في تركيب المجسم الخشب للقطر الجميل ده. صراحه انا متحمس ليه جدا، ولكن محتاج تشجيعكم لان هو فيه تفاصيل دقيقه جدا زي ما قلت من 8 ل 10 ساعات. وصراحه هو مش مجرد لعبه او مجرد بازل، ده هو يعني تقريبا يعتبر مشروع، قصه ملهمه جميله جدا. بتكون قطر متحرك خشب تقريبا مش سايب تفاصيل في القطر الحقيقي الا هو عاملها. تمام، ان شاء الله نتقابل في حلقه جديده. وما تنتشر اللايك والشير والسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.